نهاية مباراة منتخبنا اليوم كان في ردود فعل الحقيقة للجمهور الرياضي عندنا في السعودية، وتحدثوا عن بعض النقاط الخاصة بالمنتخب. إيش قالوا بعد نهاية هذه المواجهة؟ يعني أحسن إن شاء الله من تطور، يعني من مباراة لمباراة، وإن شاء الله المراحل متقدمة إن شاء الله. توقعت بصراحة منتخبنا يظهر بهالمستوى في المباراة الأولى واليوم المباراة الثانية يحقق الانتصار والثلاث نقاط أكيد. الصدق ما كنت يعني متوقع انه بيطلع بالمستوى هذا، خاصه المباراه الاولى، ولكن فاجانا بالمستوى وان شاء الله الاحسن. يعني نقص منتخبنا في هالمباراه؟ والله نقصها المهاجم صريح. والله الاداء اليوم كان جدا رائع صراحه، فيها تناغم، فيها انسجام، فاكيد اذا في تناسق في اللعيبه مع اللعيبه اكيد النهايه الفوز. ايش افضل لاعب عجبك هالمباراه؟ افضل لاعب المباراه هذه صراحه فهد المولد، فهد المولد وهتان بهدف. الله يبارك فيك، البركه للجميع. كيف شفت الاداء؟ والله الاداء ممتاز، ضغط عالي اليوم ومن احسن الى احسن ان شاء الله. والله انا كنت متوقع، لان المباراه الاولى اكدتنا انهم شباب وما شاء الله يعني لعبوا بطريقه مميزه وطريقه متكامله، والحمد لله منتخب قوي الحمد لله. نتمنى ان شاء الله نطمح الافضل من مستويات هذه بعد. توقعت انه يظهر بهذا الشكل؟ توقعت من المباريات اللي فاتت، توقعت ان المباراه هذه بيصيرون اقوى من قبل، والحمد لله توفقنا وفزنا اليوم. المهاجم صريح ما عندنا، لكن الحمد لله فهد المولد وهتاب هبري وذا الطقه هذولي بيض الله وجيههم ما قصروا. انت راضي على المنتخب حتى لو لعب بدون مهاجم؟ ايه ما يحتاج، يعني بلعب بمستوى قوي، واللي عندي الوسط بيلعب بعض الأحيان أو تجي كورة وبيسجل، برافو. الله يبارك فيك، هارد لك المنتخبنا الشقيق اللبناني، ولكن مستوى اليوم مستوى المنتخب مستوى جميل، أوكي ما قصر فيها فهد المولد وحسين مقهوي صراحة. شكرا تركي آل الشيخ على الإعداد للمنتخب الجميل هذا، وإن شاء الله راح يوصل لنهاية كأس آسيا بإذن الله. منتخبنا دائما ممتاز، يقدم أداء أفضل خصوصا بوجود النجوم زي فهد مولد، سالم الدوسري، حسين مقهوي اليوم ما شاء الله عليه، وإن شاء الله فالنا الكأس بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله، اللاعبين حاضرين بشكل كبير في المباراة الأولى وفي هذه المباراة، وهذا يعطي طمأنينة أكيد. أكيد، وخصوصا الدفاع والعويس ما شاء الله مو مقصر، وإن شاء الله دائما راح الأفضل. طيب هذا كانت آراء الجمهور الرياضي بعد نهاية المباراة. تكررت أسماء كثيرة، ولكن فهد المولد على رأس القائمة.